الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في تفسير سورة طه أتناول فيه تفسير الآيات من قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما إلى آخر قصة ادم عليه السلام هذه السوره سوره طه ابتدات ببيان ان التمسك بالوحي النازل من عند الله عز وجل سبب من اسباب سعاده الانسان في دنياه وفي اخرته وان ترك التمسك بذلك سبب من اسباب الشقاء كما قال تعالى ما انزلنا عليك القران لتشقى ثم اورد الله جل وعلا قصه موسى عليه السلام حينما تمسك بالوحي فزالت عنه اسباب الشقاء مع وجود العوارض الكثيره والمحن العديده ثم اورد الله سبحانه وتعالى قصة ادم عليه السلام للاستشهاد على هذا المعنى في ان من تمسك بالوحي سعد ولم يشقى وقد ذكر الله جل وعلا قصه ادم مع ابليس في مواطن من كتابه في سوره البقره وفي سوره الاعراف وفي سوره الاسراء وفي سوره الكهف وفي هذه السورة سورة طه وفي سورة صاد لكن كل إيراد لهذه القصة يكون لتحقيق الهدف والمعنى الذي من أجله أتي بتلك السورة وهذا كذا فيما يتعلق بقصة آدم في هذا الموطن اوردها الله جل وعلا من اجل بيان ان من تمسك بالوحي فلن يشقى قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل اي قبل قصه موسى وقبل زمانكم كان هناك قصه عظيمه الا وهي قصه ادم حينما عهد الله اليه ف... كان هناك التزام من ادم عليه السلام بان يطيع رب العزه والجلال ولا يعصاه. وادم قد شاهد الاشياء العظيمه فقد خلقه الله بيده وشاهد نعيمه في جنانه وشاهد تكريمه عند الخلق من الملائكه وغيرهم وشاهد عدوه الشيطان الرجيم وهو يأبى أن يسجد له ويتعهد بأن يضل آدم وذريته قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم أي أوصلنا إليه فالتزم بذلك العهد لكن آدم نسي ذلك العهد وغاب عن ذهنه وحينئذ كان ذلك من اسباب زوال النعيم الذي كان يعيش فيه وورود بعض اسباب الشقاء له ولذا قال تعالى ولم نجد له عزما اي نيه وقوه في طاعه الله عز وجل والاستمرار على ذلك قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي أن الله تعالى لما خلق آدم بيده قال للملائكة اسجدوا لآدم اخضعوا وذلوا له عبودية لله جل وعلا وكان بمحضر منهم الصحابة بمحضر منهم الملائكة ومعهم إبليس فسجد الملائكة كلهم إبلي كلهم اجمعون الا ان ابليس الذي كان معهم ابى ورفض تنفيذ ذلك الامر الالهي وحينئذ شاهد ادم ان ابليس يبعد عن الرحمه فقال رب العزه والجلال يا ادم ان هذا يعني ابليس عدو لك يريد لك الشر والسوء ويريد لك العاقبه السيئه ويريد لك الشقاء فهذا عدو لك وهو كذلك عدو لزوجك وستستمر عداوته مع ذريتك فلا يخرجنكما من الجنه انتبه لا تطع الشيطان فتكون طاعته سببا من اسباب ابعادك عن الجنه التي جعلها الله التي جعلك الله فيها تنعم بنعيمها فيها من انواع الثمار والظلال والخيرات الشيء الكثير فتشقى لانك اذا ابتعدت عن الجنه سيكون ذلك من اسباب ورود الشقاء عليك والشقاء قد يكون في الحياه وقد يكون بعد الممات ولاحظ هذه الكلمه فتشقى وقارنها بما ورد في اول السوره ما انزلنا عليك القران لتشقى ثم بين الله له شيئا من النعيم الذي يكون في هذه الجنان فمن ذلك ان لك الا تجوع فيها فعندك من انواع الماكل ما يسد حاجتك من الاكل وكذلك عندك من انواع اللباس بحيث لا تعرى وتخرج عورتك وهكذا عندك من انواع المشروبات التي لن تظمأ معها ابدا والظمأ حاجه الانسان الى الشرب وكذلك لا تضحى اي لن تكون بارزا للشمس تحرقك باشعتها فهذا جمع انواع النعيم مع ما هو فيه من انواع الجنان ما كان من هذا العدو الا ان وسوس الى ادم فقام الشيطان وهو ابليس سمي بهذا لانه قد ابعد من رحمه الله عز وجل فجاله وانزل في خاطره ان النعيم الدائم يكون باكل الشجره التي نهي ادم عن الاكل منها وهذا باب شنيع على الناس يريدهم المهالك ألا وهو باب الطمع فقال الشيطان فقال الشيطان يا آدم هل أدلك أي هل أرشدك على شجرة الخلد أي الشجرة التي إن أكلت منها بقيت أبد الآباد لا يرد إليك الموت ويكون لك ملك لا يبلى أي لا يفسد ولا يتخلق ولا يضيع وينسف فكان ذلك من اسباب اغترار ادم بكلمه عدوه الشيطان الرجيم فاكلا منها اي ان ادم وحواء اكلا من الشجره التي نهى الله جل وعلا عنها وحينئذ بدت لهما سواتهما فاللباس الذي كان عليهما تخلع منهما لانهما وهم في الجنه لا يليق بهما ان يعصي الله ومن ثم لما عصي الله لم يكن لهما حق في نعيم الجنه ومن ذلك ما يتعلق باللباس وسميت العوره سوءه لان اظهارها يسوء الانسان فبدت اي ظهرت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه اي ان اوراق الجنه اصبحت تتساقط عليهما لعدم رضاها بان يبقى في الجنه من هو عاص لله جل وعلا ولذا قال وعصى ادم ربه واتي بلفظ الرب هنا لبيان انه المنعم المتفضل فكيف يعصى من كان كذلك والعصيان مخالفه الامر وعدم امتثاله فغوى اي كان سببا من اسباب ابتعاده عن افضل الطرائق واحسن الاحوال لعلاقة الإنسان مع ربه جل وعلا ولكن الله سبحانه وتعالى امتن عليه فجعل له طريق التوبة فقال ثم اجتباه ربه أي اصطفاه بالتوبة إليه وحينئذ هيأ الله له التوبة ولذا قال فتاب عليه والفاء إما تعقيبية وإما سببية وهدى اي ان الله جل وعلا هداه واعاده الى الصراط المستقيم مستغفرا ربه نادما على فعله ومعه زوجه حواء فقال الله تعالى اهبطا منها جميعا الضمير في اهبطا يعود الى ادم والى ابليس منها يعني من الجنه جميعا بعضكم لبعض عدو اي ستكون هناك عداوه بين الشيطان وبين ادم وذريته وستستمر هذه العداوه الى قيام الساعه قال اهبطا منها اي اخرجا من الجنه لان الجنه في المقام العالي فامرا بالهبوط منها بعضكم لبعض عدو اي ستكون العداوه بين ادم وذريته من جهه وبين ابليس وذريته من جهه اخرى وبعضهم قال بان المراد بالعداوه هنا ما يكون بين بني ادم بعضهم مع بعض ثم قال تعالى فاما ياتينكم اي اذا كان من الحال التي تصل اليكم أن, يح ان يصل اليكم هدى اي ان ارسل لكم نبيا يدعوكم الى الله او انزل عليكم كتابا يبين لكم الطريق الى الله فمن اتبع هداي وسار على مقتضى ما في الكتاب وما جاء به الرسول فانه لا يضل اي لا يترك الطريق المستقيم طريق الهدايه ولا يشقى اي لا تعسر عليه حياته ولا يكون ولا يكون شقيا فيها واما الصنف الثاني فهم من اعرض ولم يلتفت الى ما انزله الله من الذكر فاعرض عن ذكري اما ان يكون قد اعرض عن ما فيه ذكري من دعوات الأنبياء والكتب المنزلة أو أعرض عن تذكر الله جل وعلا والاستعداد للقائه فإن له معيشة ضنكا أي سيعيش في الدنيا عيشة ضيقة حتى ولو كان عنده شيء من ماثر الدنيا إلا أنه لا يستمتع بها وبعض اهل العلم قال المعيشه الضنكه تكون في القبر فان الله يضيق على الكافرين في قبورهم ونحشره يوم القيامه اعمى يعني ذلكم الشخص الذي اعرض عن ذكر الله فستكون له معيشه في الدنيا ضيقه وسيكون يوم القيامه ممن يحشر اعمى فلا يبصر طريقا وفي ذلك اليوم يقول هذا الرجل رب لم حشرتني اعمى اي ما السبب الذي جعلك تحولني لان اكون اعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا اتمكن من الابصار بما في الدنيا فقال الله تعالى كذلك اتتك اياتنا فنسيتها اي ان الله ارسل اليك الرسل وانزل عليكم الكتب وانزل عليهم الكتب وكان لهؤلاء الرسل اصحاب واتباع فدعوكم الى الله ورغبوكم فيها لكنكم اعرضتم عنها ولم تلقوا لها بالا فنسيتموها فاتتكم اياتنا اي الدلائل الباهره والعلامات الواضحه الداله على صدق هذه الرساله فنسيتها اي لم تتذكرها ولم تول لها العنايه اللائقه بها ولذا انظر كيف قال عن ادم فنسي ولم نجد له عزما قال وكذلك اليوم تنسى اي لا يلتفت اليك ولا تثاب الثواب الذي يتناسب مع اهل الطاعات وهذه طريقتنا نجازي اي ننزل من العقوبه على الناس بقدر ما لديهم من الذنوب نجازي من اسرف اي تجاوز الحد المشروع واصبح يزيد في الاعمال على غير وفق ما جاء به الشرع وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه أي أتته الآيات والعلامات والأدلة والبراهين لكنه لم يؤمن بها ولم يضع لها قيمة ولا وزنا ولذلك توعده الله بعذاب الآخرة فقال ولا عذاب الآخرة اي العذاب الذي يجده هؤلاء في نار جهنم اشد اي اعظم من عذاب الدنيا وابقى يعني انه لا يتوقف نعيمه ابدا الاباد فهذه ايات عظيمه فيها حكم وفوائد واحكام كثيره منها ان ادم عليه السلام نبي من انبياء الله ولذا عهد الله اليه وفي هذه الايه جواز عقد العهود والمواثيق مما لا يخالف تفاصيله احكام الشرع وفي هذه الايه ان النسيان غالب على بني ادم وفي هذه الايات كرامه ادم عليه السلام حيث خلقه الله بيده واسجد له الملائكه عليهم السلام وفي هذه الايات تذكير الناس بعداوه ابليس وانه عدو لنا لا يريد لنا الخير ان قليلا وان كثيرا وفي هذه الايات ان الله حذر ادم من طاعه الشيطان لئلا يكون ذلك سببا من اسباب خروجه من ما هم فيه من الجنان ثم قال في هذه الآيات ايضا من الفوائد ان الرجل وزوجه في حزب واحد يتعاونون فيما بينهما وفي هذه الآيات ان الشقاء سببه طاعة الشيطان فمن كان مطيعا للشيطان فان الله جل وعلا ينزل به الشقاء والخساره وفي هذه الايات امر الله جل وعلا واجب التنفيذ ولا يجوز للانسان ان يتركه ولذا عوتب ادم لما جاءه الامر ولم يمتثل ذلك الامر وفي هذه الايات الامتنان بالنعم الدنيويه من الشبع المضاد للجوع ومن اللباس المضاد للعري ومن انواع المشروبات المضاده للظما ومن ان يضحى الانسان للشمس لا يجد ما يؤويه وما يسر بدنه وفي هذه الآيات من الفوائد أن الجوع عقوبة شديدة يسلطها الله على من يشاء من عباده وفي هذه الآيات امتنان الله على آدم باللباس في الجنان وفي هذه الآيات أن مما يمن به ما يتعلق بانواع المشروبات كالماء ونحوه وفي هذه الايات فضل الله على ادم بوجود ما يغطي عليه من الشمس وفي هذه الايات الحذر من الشيطان الرجيم وبحيث لا يامن الانسان من هذا العدو فإنه قد يأتي الإنسان على حين غره وفي هذه الآيات أن الطمع سبب من أسباب الهلاك ولذا لما طمع آدم في الخلد وفي الملك الذي لا ينقطع انخدع له وسار في طريقة كلامه وفي هذه الآيات حذر الانسان من ان تنزل به العقوبه الدنيويه بسبب ما يكون عنده من المعاصي وفي هذه الايات ان المعصيه حتى ولو كانت قليله على الانسان ان يحذر منها فلها اثارها ولها عواقبها وفي هذه الايات ان هذه الامور الاربعه هي معيار غنى الشخص بحيث لا تدفع له نفقه ولا زكاه عدم الجوع في الجوع والعري والظما والبروز للشمس وفي هذه الايات ان ادم وحواء قد اكلا جميعا من الشجره ولذا قال فاكلا منها وفي هذه الآيات أن السوءة تجب تغطيتها وعدم كشفها وإبرازها وفي هذه الآيات إثبات المعصية لآدم قيل بأنها من الصغائر وقيل لعدم ما يتر لعدم تعلقها بما هو قراءة لكتاب الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن موسى أن آدم عليه السلام قد تاب، بالتالي لا يصح لنا أن نستنقصه أو نقلل من مكانته. وفي هذه الآيات فضل الله على آدم حيث تاب عليه وهداه. وفي هذه الآيات أن الهداية منة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات الحذر من العدو الكامل الشيطان الرجيم والاستعداد له وفي هذه الآيات أن من اتبع الهدى فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسيتفضل الله عليهم بأن لا يضلوا ولا يشقى وانظر كيف كيف كرر ذكر الشقاء هنا و في هذه الايات وجوب اتباع ما جاء به الرسل وفيها ان كل ما جاء به الرسل فهو وحي من عند الله وهدايه من هدايه الله سبحانه وتعالى وفي هذه الايات بيان احوال الناس يوم المعاد وكيف يغير الله شيئا من اشكالهم لما لحقها من المخالفه فيما مضى وفي هذه الايات ان من ترك التذكر لله ولاوامره ونواهيه فانه حينئذ يخشى عليه من العقوبه الشديده في الدنيا والاخره وفي هذه الايات ان الله جل وعلا قد يعذب بعض الناس بالعذاب الدنيوي في الشقاء ليكون هذا عظة لهم يعودون في اواخر اعمارهم ليكونوا من اهل الطاعات وفي هذه الايات ان من اعرض عن ذكر الله كان له المعيشه الضنك الضيقه الشديده ونحشره يوم القيامه اعمائي يا ياتي لا يبصر شيئا مما في الدنيا فسال ادم ربه فقال ربي لم حشرتني اعمى اي ما السبب الذي جعلك تحشرني وانا اعمى وقد كنت بصيره تعلم احوالنا وتعلم اقوالنا فقال كذلك اتتك اياتنا اي الشان العظيم ان تتذكر ان اياتنا قد اتتك فنسيتها ولم تلتفت لها وكذلك اليوم تنسى كما نسيت ذلك تلكم الاشياء فان الله جل وعلا قد يقدر عليكم نسيانكم والمراد بالنسيان هنا عدم ادخالهم الجنه وفي هذه الايات ان الاسراف مذموم حتى ولو كان في سبل الخير واعمال الطاعه وفي هذه الايات ان عذاب الله جل وعلا اشد وابقى اشد من السعه وابقى لان نعيم الاخره لا مكدرات فيه وهو نعيم الاخره يكون طريقا من منطلقا لنا ندخل به الى الجنان فهذه بعض حكم هذه الآيات وما فيها من الأحكام أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.